اهلا بكل ملكات المطبخ. النهارده انا بكلم ملكات المطبخ اللي بيحبوا الاكل الشعبي. مهما كلنا في اماكن كتيره ومهما اخترعنا اكلات ليها علاقه بالمطبخ الايطالي، بالمطبخ الصيني، مطابخ كتير حول العالم بنحن للاكل الشعبي. الاكل الشعبي بالنسبه لناس كتير هو الفول والطعميه والبتنجان، البتنجان المقلي والبتنجان المخلل والطماطم المخلله وحاجات كتيره جدا حلوه. كمان من الاطباق الشعبيه الاساسيه هو طبق البصاره. في ناس بتقول بصاره، ليه بصاره وليه بصاره مش عارفين، بس انا عن نفسي بقول بصاره واتمنى ان يكون اسمها كده صح. مكونات البصاره سهله جدا. دقت البصاره دي فين؟ زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت، لما تعجبك حاجه اسالي. انا اكلت البصاره دي في اماكن كتيره جدا. لون البصاره ساعات نلاقيه مصفر، ساعات نلاقيه اخضر، ساعات نلاقيه لون ما بين الاخضر والاصفر، ما بنبقاش عارفين ايه اللي بيعمل اللون، ايه اللي بيدي اللون. انا بحبها اكتر تكون مياله للخضار، وده في ايدك انت. المكونات في ناس بتعملها بطرق مختلفه. احنا النهارده هنستخدم الخضره بتاعتنا، الشبت والبقدونس والكزبره. هقول لك بقى المكونات. المكونات وعايزه اقول انه الطبق ده فيه حق انتفاع او حق استغلال سينيه لخالتي اللي انا سالتها وقلت لها البصاره بتاعتك دي بتعمليها ازاي. انا بحبها تكون حاميه، فبحط الفلفل الحراق او التشيلي. ومعانا في ناس طبعا افضل ان احنا ما نستخدمش المكعبات، سواء بقى دجاج خضار اللي انت بتحبي طعمها. لو انت مش حباها انا بحس ان هي للاسف هي بتدي طعم، بس طبعا لو قللنا منها هيبقى كويس. ممكن بقى تزودي نسبه الملح شويه. معانا ثوم فصوص، نعناع، نعناع اللي هو الناشف وموجود في كل حته دلوقتي، وممكن انت تجيبي نعناع اخضر وتنشفيه وبعد كده يعني لو سبتيه اتغسل كويس قوي وحطيتيه مثلا على جنان في البلكونه، يعني بعد وقت قليل، يوم مثلا تاني يوم، هتلاقيه نشف وهيديكي نفس الشكل ده اللي هو النعناع المتنشف. بصل، واحتاج بصل كتير لان انا هستخدمه في البصاره من جوه، وكمان هستخدمها في ما ينفعش اقول بقى مع البصاره جارنيتشن، يعني للذواق. الذواق بقى بتاع البصاره برده بيبقى فيه بصل. الخضره اللي انا بقول عليها اللي هو الشبت والبقدونس والكزبره الخضراء. الفول، وده كان اكتشاف بالنسبه لي، الفول المدشوش. معرفش ايه هو الفول المدشوش، بالنسبه لي الفول اللي احنا بنلبسه وبناكله في سندوتشات الفول والطعميه، لكن الفول اللي بيستخدموه علشان البصاره والطعميه هو ده اسمه فول مدشوش، مش محتاجه تقولي اكتر من كده. عايزه كمان ثوم مفروم، والثوم المفروم ده انا هستخدمه برده في الزواق الجارنشينج او الزواق عند التقديم. على فكرة البصارة من الأطباق اللي انت بتعملي لها بتزوقيها مش بس للزواق، ولكن كمان بيضيف للطعم بتاعها. زي ما قلت انا بحبها تشيلي شوية، واكيد ناس كتير جدا هتتفق معايا ان الاكل الشعبي حلاوته انه يكون مشطشط. انا بحب احط واحدة كبيرة فلفلاية كبيرة مع كل المكونات علشان تديني اللسعة بتاعت الشطشطة دي، تبقى سبايسي شوية. مفيش حاجة يعني، حتى لو كلنا سجق شرقي تحبيه وهو مشطشط، بس طبعا في بعض المحلات بيكون الهدف من الشطشطة هو إخفاء حاجات معينة. يعني ناس كتيرة جدا ممكن تقلق لو كانت مثلا سجق مشطشط، كبدة مشطشطة، حاجات كده، وانا ما بفضلش بصراحة ان الحاجات دي تتاكل بره البيت، لانه تقلق امتى بقى بره البيت؟ لما تلاقيها مشطشطة هتعرف ان هو بيخبي ورا الشطشطة دي حاجة. لكن البصارة بتاعتي بقى الشطشطة دي عشان تديها طعم اكتر. هنحاول ان احنا بقى، انا يعني طبعا احنا هنحط المكونات كلها في حلة، بس انا عشان تشوفي انا بعمل ايه هحط في البايركس الاول علشان تبقي معايا فيه، وبعد كده هحطها في الحلة وهنحطها على النار. المكونات كلها بتتحط على بعض، يعني بتحطي الخضرة. على فكرة ممكن الولاد ما ياكلوش الفول والطعمية، بس ممكن ياكلوا البصارة. والبصارة بقى هقولك على تكاية كده حلوة، لازم يكون طبق جنبها خضرة، طبق خضره كده حلو. خضره بقى التانية دي اللي هي ايه؟ بصل اخضر، خس، خيار، مش طبق سلطه، لا، قطعي كل الحاجات الخضره، جرجير، كل ما هو اخضر. الولاد كمان بيحبوا الكرفس،
فانت حطي لهم حاجات اللي هم بيحبوها وفي نفس الوقت تكون صحيه، هتحببيهم بقى في الاكله نفسها. لان عايزه اقول لك على حاجه، سبحان الله سبحان الله، بما ان الفول موجود يعني فيه بروتين، فالاكله دي متكامله. انسي انسي ان هم هياكلوا بصاره ويقولوا لك فين بقيه الاكل، لا يمكن. هتلاقي على طول البطن نفخت ومش هيقدر، ولا جوزك ولا اولادك ولا حتى الناس اللي انت عازماهم ياكلوا اي حاجه تانية، يا دوبك لو حلوا يعني. ومتهيالي بعد البصاره الحلو لازم يكون فاكهه، حاجه خفيفه. حطينا دلوقتي الخضره، وبعدين هنحط البصل. انا هحتاج البصل في البصاره مرتين، جوه المكونات الاساسيه اللي انا هسويها مع بعض، وكمان في الجارنشنج او الذواق بتاع البصاره. عايزه اقول لك على حاجه بقى، المكونات انت شوفي انهي مكون بتحبيه، بس انا بحس دايما ان البصاره اكتر فليفر او اكتر طعم بيأثر فيها البصل والثوم. الخضره كمان بتحلي الطعم، وفي نفس الوقت كمان بتدي اللون. فانت كل لما بتحطي خضره زياده وبتزودي في الخضره، يعني بصي هقول لك على حاجه، انا المعيار بتاعي هنا تقريبا مج او فنجان شاي، المقاس العادي فنجان ونص من الفول المدشوش. الخضره اللي انا حطاها تقريبا حزمتين من كل حاجه، حزمتين من كل حاجه من الخضره، على بقى بصلايه كبيره جوه، دي اللي انت بتحطيها جوه، وفصوص ثوم حلوه لان انا بحب طعم الثوم. ده مثلا معيار سهل جدا، خلي دايما يكون عندك معيار ثابت. يعني لو استخدمتي حزمتين من كل حاجه، شبت بقدونس كزبره، خلي المعيار بتاعك مج ونص، مج ونص فول مدشوش. والكيس بتاع الفول المدشوش ده ممكن تستخدميه مرتين، يعني مش اللي هي مثلا هتبقى مره واحده، لا، لو خدتي معيار مج ونص ممكن تعملي مره ثانيه. وعايزه اقول لك بقى، لو عملتي البصاره مره انسي، هتلاقي نفسك داخله على المطبخ تحطي بقيه الكيس وتحطي بقيه الخضره علشان تعمليها. هنحط كمان الثوم، فصوص ثوم زي ما هي. بصي هو كتير شويه الثوم ده، طبعا انت اكيد بتتسائلي الثوم ده لونه متغير ليه. الثوم ده ليه متغير؟ لانه فروزن. دايما خلي عندك من ده على ده، يعني ثوم فروزن محطوط متقشر ومتفصص ومحطوط، وتحطيه في الفريزر علشان يبقى سهل بالنسبه لك. جايه متاخره مش لسه بقى هتفصصي الثوم وتقشري وتهرسي، لا، يبقى عندك جاهز سواء حب او مهروس. ده لونه متغير لانه ده كان فروزن وابتدى يهدى شويه وانا بحضر لكم الاكله. هنحط بقى الفصوص، كتري بقى زي ما انت عايزه، انت بتحبي الثوم كتري، ما تحبيش طعمه قوي، انا بحبه جدا. النهارده بقى بيمشي على الاكله دي، بما ان فيها بصل وثوم، الكلام اللي انا قلته في الحلقه اللي فاتت، ان الايديه كلها هتبقى ريحتها فظيعه طبعا. ما ينفعش بقى الناس اللي جايه تاكل معايا لو سلمت عليه مثلا يحس ان ايديا ريحتها ثوم، او لو مثلا قربت منه شويه او من صاحبتي او جايه اسلم وابوس اصحابي وهم جايين يشموا ريحه بصل او اي حاجه، ما ينفعش تماما. في الحاله دي لازم على طول اجري اثار الجريمه، ايديكي تتغسل كويس جدا. انا عايزه اقول لك، مفعول السحر في الليمون، خلصي عايزه تضيعي ريحه البصل والثوم، ليمونه اقسميها وابتدي زي ما بتعملي مثلا في اي محل سمك، بعد ما بتاكلي السمك بايديكي مثلا او تفصصي او كده، مش بيقولوا لك لازم على طول ليمون؟ نفس الحكايه، تمسكي فص الليمونه وتعمليها قبل ما تغسلي ايدك خالص بالميه والصابون، وتنضفي ايدك كويس. مش هتلاقي بعد كده، بعد ما تغسلي بالصابون بقى، او حتى لو عندك شاور جل اللي هو الصابون السائل حطي منه، مش هتلاقي ريحه خالص. هنحط الفول المدشوش، المعيار زي ما قلت مج ونص، تمام، واقلب. دي المكونات كلها، الاساس الفلفلايه. بصي بقى احلى حاجه في التشيلي ده او الفلفل الحراق، لما بيكون جديد مش محتاجه بقى ولا سكينه ولا اي حاجه، بايدك كده على طول على طول على طول كده، وبعدين تيجي كده. بس حاولي بقى ان انت، اول مره اشوف الفلفلايه من غير بزر الصراحه، عملت لي مفاجاه الفلفلايه دي غريبه جدا من جوه. تقطعيها بقى اي تقطيع، لان المكونات دي كلها بتدوب مع بعض، فيعني مش حتى البصل مش لازم يبقى متقطع صغير قوي، قطعي زي ما انت عايز. مش عايزه اقول لك ان الاكله دي سحريه، ممكن تعمليها في اقل من نص ساعه وتكون جاهزه، وكمان بتشبع جدا
بس حلاوتها طبعا مع العيش البلدي، تبقي جايبه عيش بلدي وانت جايه من الشغل كده او جايباه من قبلها بيوم وتطلعيه يتسخن 100 100، سواء ناشف بقى او وهو سخن. قطعي بقى الفلفل زي ما هو كده، حطينا كل حاجه. الخطوه اللي بعد كده ان انا بنقل بقى كل ده، انا بس عشان اوريكي المكونات وهي محطوطه على بعض. بعد كده بنحطها بقى في حله، والحله دي يا دوبك انا الميه لازم تغطي كل المكونات. المكونات دي علشان لو انا مستعجله هغطيها، بس طبعا احنا عارفين لو يعني بتسلقي اي حاجه اكيد ما تغطيش الحله كلها، تسيبي شويه مسافه كده علشان ما تفرش وما تطلعش لبره، وتسيبيها لو عايزه تخلصي بسرعه غطيها نص تغطيه وعلي النار. لو معاكي وقت غطيها برده نص تغطيه ووطي النار خالص. انا طبعا عشان خاطر عيونك عملتها من بدري شويه، والموضوع سهل جدا. هوريكي شكلها بيبقى عامل ازاي. طبعا الحله مزروطه وده مش مبدئي، ولكن الحله دي طبعا مش اللي احنا هنقدم فيها البصاله. الفن بتاعها بقى في انك تضربيها صح. ما تخافيش لو انت وانت بتضربيها حسيتي ان هي سايبه شويه او هي بتمسك وبتمسك في الثلاجه، فلو انت بتحطيها في اطباق التقديم، لو انت بتحطيها في اطباق التقديم وحسيتي ان هي تقيله قوي، لا خففي وخففي. لو لقيتي مثلا ان المكونات اللي انت عملتيها شربت ميتها كلها، مفيش مشكله خالص، وانت بتحطيهم في الخلاط وقبل ما تضربي ميه سخنه، وتحطي معاها نقطه ميه بس ما تحطيش كتير، يعني تزودي وانت بقى معيارك في الزياده، يعني تزودي الميه وايه زي مثلا البطاطس بيريه، انت شويه شويه بتديكي القوام اللي انت عايزاه. البيريه في ناس بتحبها ماسكه شويه وفي ناس بتحبها كريمي خالص، انا عن نفسي البصاره بحبها كريمي، يعني ما بحبش احس مثلا بطعم الفول او احس مثلا ان الخضره باينه شويه، لا بحس ان احلى قوي ان الناس ما تبقاش عارفه في ايه جوه. التيست بس هو اللي يلعب معاهم لعبته، وان شاء الله صدقيني هيحبوها. موضوع الضرب بقى ده سهل جدا. بصي بقى هنعمل ايه يا ستي، احنا في خلي بالك ان احنا في حاجات ما حطيناهاش خالص، وانا مش بكلمك عليها دلوقتي لان مش ده معادها، اللي هي طبعا الفلفل والملح، ومعانا كزبره الناشفه والكمون. دلوقتي هنبتدي بقى موضوع الضرب ده، ودي بقى من الحاجات المهمه جدا 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 في البصره، وافضل ان انت تعمليها وهي سخنه علشان برضو المكونات وهي سخنه لما بتتضرب بتكون اسهل بكتير. هنحطها يعني ايه مع بعض كده، نعمل لك فكره بقى فظيعه في البصاره. عايزه اقول لك بقى البصاره حلاوتها مش وهي سخنه، في ناس بتحب تاكلها على طول، وفي ناس كمان بتعمل زي صلصه كده شويه كده صلصه تحطها وتحطها على البصاره. انا ما بحبش كده، انا احب البصاره زي ما قلنا مع طبق الخضره والبصل الاخضر. واوعى بقى اوعى البصاره. بصي انا حطيت كده، انا عايزه بس ابتدي اضرب لان انا مش عارفه الميه زياده ولا قليله، مش عارفه هتطلع التكستشر او القوام اللي انا عايزاه ولا لا. نشوف كده بقى كده. بسم الله. بصي بقى انت هتضربي بص بقى كده ايه الاخبار. كده بقى ادتني القوام، هي بتبقلل حالا كده ادتني القوام اللي انا عايزاه. دلوقتي بقى هنفضي في الحله. اوكي كده اهو تمام. اوكي هنحط بقى ده كده على جنب. انا طبعا ما خدتش كل الكميه اللي انا عاملاها، حط بقى ايه بعيد. الفكره بقى في البصاره زي ما قلت بتحب التلاجه. طبعا كلنا بنجيب اكل من بره، ودلوقتي بقوا بيتفننوا في المنافسه ما بينهم وما بين بعض في الباكجينج او في العبوات او الاطباق اللي بتجيلك في البيت. حلو قوي ان انت لما تلاقي
حاجه منهم موجوده عندك ما ترميهاش، لان في منهم بيبقى شكلهم حلو وفي نفس الوقت ليها غطا، فعوضتي عن العلب. لان مثلا ايه، افرض حد من اصحابك بيحب البصاره وانت عايزه تديله، هتفضلي بقى كل يوم تدي علبه هنا وعلبه هنا وعلبه هنا، يوم ما تحتاجي علبه للتلاجه شكرا مع السلامه مفيش علب. عشان كده دايما حاولي ان انت يكون عندك من دول، اي بقى شكل، اي شكل حاجه ليها، حتى ولو ملهاش كفر عندك بقى الفويل بيبر او ورق الفويل بتغطي بيه وتحطي في التلاجه. هنحط البصاره على النار مره تانيه، بس هوطي عليها خالص، يعني ايه هسيبها واطيه خالص. وفي اللحظه دي بقى هزود كمون. اوكي، احنا كل اكله بقى اتعودنا نقول بتحب حاجه. البصاره بقى انا بالنسبه لي بتحب، زي ما قلت التوم بتحب النعناع، النعناع الناشف ده بيدي طعم للبصاره حلو جدا. اوكي، حطيت ملح، بس بصي بقى هتعملي ايه، هتاخدي شويه في ايدك من النعناع ده، طبعا بيبقى فيه بقى العيدان دي، بيبقى فيه حاجات كده باينه لك قوي، يعني تاخدي النعناع كده بايديكي وتحوليه لباودر، يعني تفضلي تفركي فيه وتعمليه بايدك كده. نقلبها تقليبه، تمام. هتقلبيها تقليبه ونسيبها عقبال بقى ما تبتدي تعمل يعني تبقلل كده مع بعض. هنعمل ايه؟ هنفتح عشان نعمل بقى الجارنش. الجارنش ده بقى الموضوع سهل جدا 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 فوق ما تتصوري. هنعمل ايه؟ دايما في المحلات ببقى هتجنن واعرف البصل اللي بيتحط من فوق ده بيبقى عامل كده ازاي؟ بينشف كده ازاي؟ قعدت بقى ايه اسال، وزي ما قلت لك كده احاول استطعم واشوف النشفان ده بيجي ازاي. احنا دايما لما بنحمر البصله على النار دايما دايما بتبقى البصلايه طريه، بحس ان هي بتطرى كده وبتبقى طعمها مش حلو. ازاي تنشف كده؟ ده اللي بقى انا عرفته واكتشفته وهوريهولك دلوقتي. لازم محتاجين شويه زيت صغيرين او سمنه، انا بقى هستعمل سمنه. ليه بقى؟ عشان السمنه دي هنعملها زي التقليه. في ناس بتحب الزيت اكتر، في ناس بتحب الزبده، بتسيح الزبده، انا بحب السمنه. هي اكله بايظه بايظه من الاول وبوظنا ناكل بصله في الفري داي او اليوم اللي هو احنا فيه مبوظين. هناخد السمنه. عارفه طشه الملوخيه؟ في بقى طشه البصله، هوريكي بقى ازاي بقى تعملي الطشه بقى بتاعه البصاره. مش عارفه بقى البصاره ليها شهقه ولا ملهاش، بس يعني احنا ممكن نخترع لها شهقه البصاره، مش عارفين، بس ممكن اخترعي اعملي ابتكري واقنعيهم ان هي بتتعمل كده، انه اصل الموضوع ان هو كده. السر بقى، السر الفولاذي، الثوم طبعا ده شيء اساسي، والبصل والكزبره. كزبره بقى ده شيء اساسي اساسي اساسي. هناخد السمنه ساحت، حط شويه بصل كده، تمام، واقلب اقلب البصل. التوم بقى هو اللي بيخلي النشفين بتاع المحلات، هو ده اللي انت بتشوفيه. هناخد شويه من التوم، اوكي، حلوين كده، تمام. وبعدين خلي بقى جنبي كده والحياه تبقى نظيفه، اوكي. الكزبره، عايز اقول لك بقى ريحه الكزبره دي مأساة، من الحاجات اللي الواحد ضعيف من ناحيتها. اول ما بتعدي كده سبحان الله، ده الاكله اللي هي الاكله المفقوسه، لما يبقى فيه
توم وكزبره ناشفه. بتعرفي تعرفي البيت ده عمل ايه؟ في تقليه، في ملوخيه، النهارده بقى في بصاره، وفي بصاره قويه جدا. البصل اللي بيحطه على الكشري، قعدت بقى اشوف ازاي الراجل ده بيعمله مقرمش كده، وازاي بيبقى لونه حلو كده مش محروق زي اللي احنا بنعمله. الحاله بتبقى صعبه جدا لما احنا بنعمل البصل سواء للكشري او كنت بعمله وحش قوي للبصاره. قعدت بقى مسكت البصلايه كده وشفت، اكتشفت ان هو ما بيبقاش بصل بس، بيبقى بصل وتوم وكزبره. هنزود بقى التوم على البصل. وعلى فكره التوم بقى عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا، غلطه انا كنت هعملها واوعي انت تقعي فيها، لان انا تعقدت بقى من الموضوع ده. لما تكوني حاطه البان او المقلاه اللي بتقلي فيها لازم تمسكيها ارجوكي، لان ساعات كتير بتتهز وفي لحظه ممكن تلاقيها طارت عليكي، سواء بقى كنت حاطه سمنه سواء كنت حاطه زيت ممكن تروح جايه عليكي. السمنه دي بقى ممكن تعمل لك بقى ايه، والموضوع يبقى مشكله صعبه جدا، عشان العلاج لا قدر الله او بعد الشر صعب جدا. فافضل ان انت وانت ماسكاها كده تحاولي ان انت تقلبي، ما تقلبيش ابدا وانت سايباها، لانك ممكن تلاقيكي واقعه. واوعي بقى نحط التوم، اوكي، شوية شوية عشان اشوف الكمية اللي انا عايزاها. الكمية اللي انا عاملاها هنا دي كتيرة شوية، بعد هنا كده بعيد شوية، اوكي، ونقلب. البصل بقى بصي بقى لونه تحفة دلوقتي. هنعمل بقى الحركة الجهنمية اللي هي بقى ولا طشة ملوخية ولا طشة مش عارف ايه، بس هي طشة البصارة. هنعمل ايه بقى؟ هنصفي اللي احنا حمرنا فيه. ثواني بقى عشان ايه الحركة دي بقى ممكن يحصل فيها حوادث. هاخد السمنة، هصفي السمنة، خد كده نحطها. بصي بقى انتي اعملي كده وحاولي تزقي على قد ما تقدري علشان تاخدي السمنة كلها جوه البصارة، بتدي طعم. حتى لو بصلايه مثلا وقعت مش مشكله قوي، يعني ايه عادي، الموضوع فلكسبل. هتصفي بصل كله وقع تقريبا، مش مشكله برضو. لا تمام، بصي كده صفينا واخدنا. نحاول بقى ان احنا نقفل دي، اوكي كده تمام. خلي البصل بقى على جنب يهدى، ودي نروق كده بقى عشان هنبتدي نعمل ايه، سيرفينج للبصارة. نقفل. والله انا بحس ان الستات والرجالة طبعا اللي بيقفوا في المطبخ ليهم الجنة، مع السخونية والشغل والتعب، حقيقة بجد 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 ليكم الجنة. طبعا انا بقيت شيف جامد جدا، وكل البنات اللي لسه بتتعلم هيبقوا احسن مني واحسن من اي شيف، لانها معموله بايديهم بتعبهم. عايزه اقول لك بصي القوام بتاعها خفيف زي ما قلت، ان هي اول ما هتتحط في الثلاجه هتمسك نفسها خالص، كل ما قعدت شويه هتمسك نفسها. هنبتدي بقى نقسمها. سخنه ممكن نستخدم هتقسميها على اطباق. البايركس طبعا هتغطي بقى بفويل بيبر، او في بايركس بيبقى له غطا. متحطيش كتير في الطبق، لان هي مش المفروض ان الطبق يكون مليان. حطي حبه، وزي ما اتفقنا الطبق لازم لو هتقدمي بيه لازم يكون كله نظيف. مينفعش ان انت الطبق بتاعك اللي انت بتعملي بيه سيرفينج او تقديم يكون ملحوس. اهو لو ابتدت تبقى خفيفة شوية بقى ممكن نقسمها على طول. اوكي، ونحط اخر شوية، هنقسمها كويس.
كده تمام. اخيرا الزواق، الزواق بتاع البصاره بقى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ناخد الشوكه. اوكي، وده البصل بتاعنا. في ناس ما بتحبوش فممكن تخليه على جنب، واللي عايز يزود، وفي ناس بتحبها بالبصل. اوكي، هتزودي بصل على الوش. لو عايزه بقى تحطيها في التلاجه لازم تستني لما هي تهدى خالص خالص خالص، وبعد كده تحطيها. لو انت حاسه ان ممكن الناس ما تحبش البصل قوي، ممكن بقى طريقتك في حط البصل على الوش تختلف. يعني انا هنا عملت له سبريدنج كده، او وزعته على الوش بتاع البصله كله. ممكن بقى في التانيه نحط ايه شويه بس في النص، لو ممكن حد ما يحبش البصل اصلا بتاعها. يا سلام يا سلام بقى على شويه عيش بلدي ناشف او عيش شامي. ولو مثلا طبعا في تركيبات غريبه كده الستات بتعملها، تلاقيها بقى عامله بصاره يعني التخن كله، وبقى جايبه معاها مثلا ايه عيش بني. ماشي، اعملي اللي انت عايزاه ودوقيها وحبيها، واكيد هتكون احلى، وكل الناس اللي انت عازماهم او اهل بيتك هيحبوها. طبعا اساسي زي ما بنتفق دايما، الاساسي في الاكله بتاعتك هو ابتسامتك الحلوه وانت بتقدميها، واستمتعي دايما باطباقك الحلوه. استنوني الحلقه